الدكتور ناجح بكيراث رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، مبعد عن المسجد الأقصى للمرة الرابعة عشرة، وأنا أيضا مدير الأملاك الوقفية في دائرة الأوقاف الإسلامية. أنا أعتبر الجهة الشرقية من أقدس الأماكن، كل المسجد مقدس، ولكنني أعتبر هذا المكان من أقدس الأماكن كون أن هذا المكان تاريخيا موجود، كان عبر التاريخ هو الممر من باب الأصباط إلى ما يسمى مهد عيسى، إلى المسجد الأقصى المبارك. كان باب الرحمة معتكفا، كان مسجدا، واعتكفنا فيه حتى عام 2000، ونحن نعتكف في هذا المكان، ونحن نجلس في هذا المكان، واعتكفنا فيه في الثمانينات. كان هذا المكان عامرا، ودار الحديث عامرة، وباب الأصباط عامرة، ولكن الاحتلال يحاول أن يجفف هذه المنطقة، يجففها جغرافيا ويجففها إنسانيا. الاحتلال يستهدف كل شيء، يستهدف فلسطين، يستهدف القدس، يستهدف المسجد الأقصى، ولكن استهداف المنطقة الشرقية أو الجزء الشرقي وهي الممتدة من المصلى المرواني إلى باب الأصباط، هذه الجهة والتي تبلغ حوالي 50 دنم، هو يريد أن ينطلق منها من مشروع الاستراتيجي، وهو مشروع فكرة الهيكل المزعوم. وبالتالي كان لابد أن نركز على هذه الجهة من 3 نواحي. الناحية الأولى أن هذه الجهة تعتبر جهة ذات مستوى منخفض، وبالتالي عبر التاريخ وعبر الزمن كان هناك تراكم وتراكمات كثيرة من الطمم الذي وضعت فيه، وبالتالي جعلت هذه المنطقة يدفن فيها الرواق الشرقي تماما، والذي عبر عنه الرحالة بشكل كبير جدا. هذا جغرافيا أو طبوغرافيا. إذا تحدثنا كيف استغل الاحتلال هذا الموضوع، حينما قمنا في عام 1996 بترميم المصلى المرواني، وأخرجنا العديد من الطمم من داخل المصلى والنظافة، ثم قمنا بفتح الأبواب الشرقية للمصلى المرواني، لأننا ندرك أن هذا طمم، وندرك أن هناك رواق موجود منخفض، وعملنا البوابات التي فتحت، منعنا الاحتلال من إكمال إخراج الطمم، فأصبح هناك كومة، وهو يسوف وهو يماطل، اليوم تخرجون اليوم تخرجون. وزادت الأمور الطين بلة، أن الاحتلال كان حينما تخرج أي نفايات من المسجد الأقصى نتيجة الترميم، هناك ترميم مستمر لحوالي قرون طويلة وتراكمات، كان يقول ضعوها على هذه التلة وستخرجونها، فأصبحت هناك تلة كبيرة جدا اعتلت على حوالي بلغت مستوى السور. الاحتلال للأسف استغل هذه التلة واستغل هذه التراكمات، وفي نفس الوقت منعنا من إكمال تبليط الجهة الشرقية. كنا هناك مشروع لتبليط الجهة الشرقية وإمداده بالبنية التحتية بالكهرباء والماء حتى تصبح هذه المنطقة منطقة حية، ونحن ندرك أهمية باب الرحمة وباب التوبة، وندرك أهمية المصاطب، وندرك أهمية العلم والإمام الغزالي وربط الأمور كلها في المصلى المرواني. وكانت هناك حملة شرسة من الاحتلال لإبعادنا عن هذه الجهة بالذات. ينبغي أن ندرك أن القياسات التي جرت في عام 2010 من قبل المخابرات وطاقم من المساحة الأثريين، وفي عام 2011 وفي عام 2012 جرت قياسات دقيقة لهذه المنطقة، معنى ذلك أن هناك خطورة على هذه المنطقة، وأن المنطقة الشرقية بالذات يجب أن يعاد إليها الصيانة، ويجب أن تزال هذه التلة، ويجب أن يفتح باب الرحمة، ويجب أن نركز على هذه المنطقة بشكل جيد لإبطال المشروع الصهيوني. أريد أن أذكر جمهورنا في رمضان أن الاعتكاف كان هنا، وأن أحياء علوم الدين كان هنا في التأليف، وأن المدرسة الغزالية كانت هنا، وأن كل الذين مروا كرحالة إلى المسجد الأقصى إنما مروا بالجهة الشرقية، فلا تضيعوا الجهة الشرقية، ولا تضيعوا إيمانياتها ولا حلاوتها، ولا تضيعوا فيها الروحانية الموجودة في الجهة الشرقية. لو جلستم تحت كل زيتونة وفرشتم واعتكفتم لكان ذلك شيء عظيم. أنا أدعوكم إلى الاعتكاف في الجهة الشرقية،
بقية الجهات في المسجد مليئة بالناس، ولكن أنتم يا من تدركون ويا من تحرصون ويا من تعشقون الأقصى، اجعلوا من كل زيتون خيمة اعتكاف، واجعلوا من كل بلاطة مكان سجود، واجعلوا من كل حجر محرابا تصلون إليه.